يتجاوز 5000 و7000 يورو الجهاز الواحد. فكانت العملية بتاعت الحد جدا واحدة أيضا من الإشكالات اللي واجهت التعاون الرقمي في الإعلام السعودي، هي أيضا مسألة عدم الاستقرار الإداري. يعني كان في دمج للهيئة الأشهر الرقمية من العام 2007 إلى العام 2009 بعد أن تم الفصل واستلمت إدارة الأستاذ عبد الدافع الخطيب كان وكيل وكان وزارة الإعلام وكان تواصل معي مع اتجاه مشروع الأشهر الخطيب، وحاولنا نأسس مشروع الأشهر الخطيب للتلفزيون عن طريق وفد في الجامعة الأمريكية مصر للتلفزيون. لقينا هذا الوفد بالفعل وأيضا دخلنا معه مفاوضات ووصلنا لاتفاقات، لكن كانت هنالك تدخلات أخرى خارجية بزعم بعض الأمور ما عندها أي علاقة بالناحية الفنية والفنية، وبالتالي تم وقت المشروع آنذاك. وكان بنفسي أخذت أشرطة 1 إنش و2 إنش و35 مللي و16 مللي تحت السينما، وطلع على كثير هذه المعلومات خاصة بالمسألة. شكرا، كل الشكر للأخ الدكتور حسن مصطفى على هذه المعلومات القيمة التي طبعا ربما تكون تاريخيا جاءت بعد تجربة أخو عمر رحمة الله. وحقيقة نحن سعداء جدا بهذا الموضوع الذي طرحه أخونا شرف الدين محمد حسن من تلفزيون السودان، أخونا الدكتور مزمل سليمان حمد، كنا نتمنى أن يكون موجود اليوم. ونرحب حقيقة تضيف ما تراه مناسب أو تعلق على هذه الجلسة. تفضل دكتور ياسر. ما شاء الله. اوكي تمام، شكرا جزيلا. ودي يعني تاخذين الفرصه دي انه نتلاقى مع قامات في مجال الاتصال، دكتور عمر الإلكتروني. أفكر من الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة جدا
ما لأسباب مادية ولا لأسباب تقنية. يعني دي هي المشكلة. على مستوى العالم، يعني مش على مستوى العالم، مع بداية إنشاء الشبكات اللي هي يعني حتى تاريخيا معروف إنه السودان من أوائل الدول اللي أنشأت شبكات للمنها. السودان.